خاطر كيطلب منكم ان مدينه الرباط تكون كنتو ضاهين العواصم، ماشي باش تجيو العبات هذا اليوم عيب وعار. يوميا كتخرجوا للمنابر الاعلاميه كتعطيو الكذوب. حشومه عليكم، حشومه على الشيء اللي كديروا. السيده انا السيده معايا في الحزب ديالي كنتسم الوطني عرار، وانا مستشار، انا مستشار ابدا عمر الرئيسه ما كيف ضد المصلحه ديال المواطن. انا لسه انا ماشي معاهم، انا نساند العمده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.